بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روي في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليصلي واحدة توتر له ما قد صلى. هذا الحديث يبين لنا كيفية صلاة الليل أو صلاة الوتر، وكل ما يصلى بعد صلاة العشاء يقال له صلاة الليل، حتى سنة العشاء إلى الفجر، والوتر كذلك يقال لها قيام الليل. والفرق بين قيام الليل والتهجد: قيام الليل هو ما يصليه الإنسان ما دام يعني لم ينم، صلى العشاء وبعد ما نايم، فكل ما يصليه يقال له القيام، فإذا نام ثم استيقظ يقال للذي يصليه تهجد. وهنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن صلاة الليل مثنى مثنى، يعني بتصليها ركعتين ثم تسلم، ركعتين ثم تسلم، ركعتين ثم تسلم، سواء نويت بها القيام أو التهجد أو الوتر. قال: فإذا خشي أحدكم الصبح، يعني قبل الصبح بقليل، قال: فليصلي ركعة، هي هذه الوتر، توتر له ما قد صلى. في الحديث الآخر يبين النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في حديث عائشة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي خمسا لا يجلس بينها إلا في الآخرة، في الأخيرة، يعني في الركعة الأخيرة كان يجلس عليه الصلاة والسلام. كذلك حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وصلى سبعا، قال: وصل بينها ولم يجلس إلا في الأخيرة. يعني كيف بتصلي الوتر؟ إذا أردت أن تصليها مثلا ثلاث ركعات أو خمس ركعات، ممكن أن تصليها ركعتين تسلم، ثم ركعتين تسلم، ثم ركعة، أو تصليها كما في حديث أم سلمة وحديث عائشة رضي الله عنهما، أنك تصلي خمس ركعات، تصلي ركعة بتقوم، ثم الثانية ثم تقوم، ثم الثالثة وتقوم، ثم الرابعة فتقوم، ثم الخامسة فتجلس للتشهد ثم تسلم، وهكذا في الثالث إذا كنت بك تصليها ثلاث ركعات تصلي ركعة ثم تقوم، الثانية ثم تقوم، والثالثة تجلس ثم تسلم، مثل المغرب، غير أنك لا تجلس جلستين. المغرب تجلس أنت للتشهد الأوسط وتجلس للتشهد الأخير، في الوتر لا تجلس للتشهد الأوسط، تجلس التشهد الأخير فقط، وهكذا في الخمسة أو السبعة أو التسعة، أردت أن تصلي تسع ركعات 11 ركعة كما بينا عدد ركعات الوتر، تصليها سردا، يعني تسرد هذه الصلاة بدون تسليم وبدون تشهد إلا في آخر ركعة تجلس للتشهد. يعني هذه هي صفة صلاة الوتر. إذا أراد الإنسان أن يوتر بثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات فله صفتين: الصفة الأولى أن يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، وله أن يصليها سردا ثم يعني مع الوتر في آخر واحد، ولكنه لا يجلس إلا في التشهد الأخير. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واغفر لنا وارحمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.